100 الاورو اللي بغاتو دير له السكرين وتواصل معنا على رقم الهاتف 06 73 02 84 54. ومرحبا و الف مرحبا بكم، وتحيات جميع المتابعات اللي تتابعونا داخل المغرب وخارج المغرب، تحيه لكم. خويا واش عندك براسلي امريكا؟ براسلي ولا غورميت؟ براسلي ولا غورميت؟ هذه ب 8000 درهم، 160 الف ريال، هي 800 الاورو، شي حاجه كلاس، شي حاجه توب. اللي بغاتها دير لها السكرين وتواصل معنا سير واتساب. ومرحبا و الف مرحبا بها. وجبت لكم انا الخويتم اللي طلبتوا لي داك النهاريه، تا هو جبتو لكم الثمن ديالو اللي هو جد مناسب وفي متناول الجميع. تيبقى لكم واحد الثمن مخير اليوم، ها هو اليوم يا لاله، غنبرعكم ان شاء الله ب 2300 درهم، هي 46 الف ريال، 230 الاورو. الصح ما عندك ما تخمي في الصح، هذا خدمه مغربيه، تنفتخروا بالخدمه المغربيه بعدا، والله الا تنفتخروا بها بزاف كاع. تيبقى ب 2300 درهم بعدا، صحيح من ناحيه ديال الصح ديالو صحيح. وبالنسبه الداخل ديالو هانتو كي داير، لاليونس ديالو صحيح، المهم بعدا الطوب. ها انتما يا لالا كلشي يلبس معنا الذهب ان شاء الله. 2300 درهم لالا، 46 الف ريال، طول السلسله ديال لويزا لالا. مرحبا انتي الاولى، رانا السلسله لويزا، رانا الطول ديالها هانتوما، الطول ديالها هادي تايب فيها 40، فيها شي 46 سنتيم، فيها 46 سنتيم اختي، هانتي هادي فيها 46 سنتيم، اللي هي هاديك 46 سنتيم كتشوفي، غزالة تبارك الله، شي حاجة فنة. المهم تنعطيكم دائما المليح، السيدات الأنيقات اللي حماقوا على هاد الموديل هذا، أنا نعطيكم البغاسلي ديالو، بغاسلي يا سلام، شي حاجة كلاس كلاس كلاس، ماشي كلاس ولكن بلدي. تتفتخروا بالبلدي ديالنا، شي حاجه كلاس وزوينه وصحيحه وديال ديما. بجوج بهم لالا تيبقاو لكم ب 7000 درهم، هانتي بجوج بهم 7000 درهم، اللي هي 700 اورو، طايره واحد جوج حجيرات هنايا تنصاوبهم ليكم، راه تنصيفط لكم كلشي مريقل كلشي غزال. هذا 7000 درهم، اللي هي 700 الاورو، 140 الف ريال. هانتوما لالا هادو ب 140 الف ريال، اللي هي 700 الاورو تقريبا، شي حاجه غزاله تبارك الله، شي حاجه طوب. 700 اورو تقريبا، 140 الف ريال. هاو اللي بغاتو دير لي السكرين وتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 78 69، او على رقم الهاتف اللي هو 06 73 02 84 54. 7700 درهم، اللي هي 770 الاورو، 7000 درهم، سمحوا لي تنغلط بعض المرات في لي بخي، 7000 درهم اختي، اللي هي 140 الف ريال، 700 الاورو. السلام عليكم اخويا وسيم التوفيق، اللهم يسر ويتعسر. الله يحفظك اختي فاطمه، تحيه لك وشكرا لك بزاف، الله يكبر بك، تحيه لكم. 7000 درهم اختي، هذا 140 الف ريال، هذا واعر، اللي غرضها به تواصل معايا واتساب، راه تمام ما تخميش فيه. كاينه لالا عندنا هذه بسنيسله الكورميت، فيها تقريبا في الطول ديالها 48 سنتيم، 48 سنتيم تقريبا في الطول ديالها، تتبقى لكم بالثمن ديالها اللي هو 2800 درهم، 56 الف ريال. هادي تتبقى في الثمن ديالي هو 2800 درهم، 56 الف ريال، 280 الاورو. اللي بغاتو دير له كابتور دي كون وتواصل معنا على رقم الهاتف 06 73 02 84 54. ومرحبا، 2800 درهم اللي هي 56 الف ريال، عرض مغرير، عرض مغرير، طروات دي اللي خارجه جديده، 2800 درهم هي 56 الف ريال، 56 الف ريال، 2800 درهم، 280 الاورو. هما اللي بغاتو ندير لهم سكرين وتواصل معنا سير واتساب. ومرحبا، وكاين لالا هذا الموديل هذا ب 2300 درهم، ها هي سنيسله د لاغورميت، شي حاجه اللي زوينه، طروات دي جديده، 2300 درهم. نقادوه دابا نور الهدى، قادنا سيدي هذا الخاتم، هذا صاوب لنا حجيرات ليه، ها هو دابا يتصاوب ونوريوه اختي. دابا هذه 2300 درهم، اللي هي 46 الف اختي، سعاد راه فين انت شنو بغيتي فيه؟ 46 الف ريال، 230 اورو. اللي بغاتي دير له كابتور دي كون وتواصل معنا سير واتساب 06 73 02 84 54. ومرحبا ألف مرحبا، 2300 درهم اختي. خويا وسيم براسلي واش عندك؟ البراسليات عندي ولكن اين براسلي بغيتي قولي لي السميات البراسلي اللي بغيتي. ومرحبا نقول لك واش كاين ولا لا، كاين هذا الموديل هذا غزال تبارك الله، ديكلو السلسله ما طويلاش، فيها شي 42 سنتيم او لا 44 سنتيم، تتبقى بواحد الثمن اللي واجد مناسب، جد 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 مناسب. عرفتوا شحال؟ عرفتوا شحال؟ عرفتوا شحال؟ واخا غاليه ولكن راه ثمن مناسب. المهم على بالنسبه ليا راه كامله ذهب، 3000 درهم، 300 اورو تقريبا، 60 الف ريال، الطول ما طويلاش، هذه 300 اورو تقريبا، اللي هي 3000 درهم، 300 الاورو.
اللي بغات دير لها السكرين تواصل معايا سير واتساب ومرحبا 300 اورو تقريبا. امريكا انا نشوفك اختي واش كاين شي حاجه 3000 درهم ليا 300 اورو تقريبا. اللي بغات دير له كابتور ديكرون وتواصل معنا على رقم الهاتف 06 73 02 84 و 50 وتحيه لكم كاملين ومرحبا بكم. السلام عليكم. اللهم بارك وزيد في ذلك ثمن سلسله العود القمري امي لاله نعيمه. بالنسبه للبوندونتيف 700 درهم مع لاشين 2000 درهم. هاي لاشين تنعطيكم لاشين صح قطعي مع راسك وعاودي سودي. هذه الثمن ديال 2000 درهم 200 اورو تقريبا 40000 ريال 200 اورو. كي تنقول لكم تنصيفطوا للمغرب كامل باغ امانه. تتشوفي لاختيكل عندنا في واتساب ماشي في واتساب تتشوفي لاختيكل عندنا في اللايف تتصيفط لنا لي زانفورماسيون ديالك في الواتساب اللي هو النمره ديالنا ديال الواتساب هي 06 73 02 84. تنهنيوك بشي حاجه عاد تخرجي تقلبي على الذهبي ولا تقلبي على شي حاجه بحال هكا وتصدعي راسك. المهم انت وزهرك على حساب هنا تتشوفي لي بري وتتنيكو. المهم نيكو شنو تيقولوا نيكوغياسيون تكون تقريبا ما عندناش يعني تيكون البري فيكس يعني الثمن تم باش نديرو هاد الثمن حتى تنفكرو يعني تندير واحد الهامش ديال الربح ديالنا وعاد تنقولو هنايا في اللايف ما تديروش داك الثمن ديال الشطاره باش تعرف بزاف ديال الناس هاد القضيه هادي. بالنسبه للثمن ديال الشطاره ما كاينش عندنا لي ثمن ديال الفيكس. واخا حنايا المغاربه راه هوايه ديالنا هي الشطاره ولكن راه الاثمنه اللي تنديرو لكم تندير واحد الهامش قليل ديال الربح. علاش؟ حيت تنبيعو الكونتيتي تنبيعو الكميه الكبيره. كنا تنبيعو حبه غنعطيك داك الساعات انت وزهرك. المهم اما تشمتي ولا المهم اغلبيه مغي تزاد عليك بزاف فهمتي. تنبيعو الكونتيتي كبيره و تنقنعو بالقليل. هادشي اللي تنديرو هذا و تنعطيوك حاجه مزيانه. شحال فيها الطوس ديال 3042 سنتيم اختي حفصه خاتم الجاكوار وقيله باقي شي واحد تبارك الله على السي وسيم. السي مصطفى السي مصطفى هو هنا ديديكاس خير مصطفى هو هذا لك ديديكاس. تحيه لك السي مصطفى مصطفى كابيب قال لك مصطفى كابي. الله يحفظك السي مصطفى تحيه ليك. تحيه لخويا مصطفى احسن السي مصطفى في العالم. الله يحفظك احسن سميه ديال مصطفى بعدا احسن سميه ديال مصطفى. قياس النباله النباله يا لاله عطينا القياس كاين فيها 6 سنتيم 6 سنتيم بلا ما نقيسها فيها 6 سنتيم تقريبا. ها يا لاله 6 سنتيم فيها غزاله والله الا واعره شي هادي زوينه زعما اللي عندهم امكانيه يشري زعما وهذا مزيان عليه. 6000 درهم اللي هي 600 اورو. كاين واحد اخر والله تندير معكم في هادو ثمن مخير عاين شوفو شي مثلا ما تبارطاجيو تتوصلوا الكلمه ديالنا بزاف ديال الناس فغنعطيكم هادو 5000 درهم هما جوج براسليات والله الا لا ثمن ديال الحباب وديال الخوت 5000 درهم راه بحال نبيعو لشي واحد مع عائلتي اللي داتهم بحال عطيتهم لشي وحده من عائلتي. هاي 5000 درهم اختي 100000 ريال هي 500 اورو. هاد الثمن ما غتلقايش كوني اكيده. هذا ب 5000 درهم بجوج بهم 5000 درهم 500 اورو تقريبا 500 اورو. اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معنا على رقم الهاتف 06 73 02 84 و50 ومرحبا الف مرحبا بكم. 5000 درهم اللي هي 100000 ريال 500 اورو جوج براسليات هما عندكم. اللي جات اليوم الاولى دخل عندي اللي جات الاولى تواصل معنا سير واتساب 5000 درهم كاين لالا. بالنسبه اللي دات شي كوموند من مجوهرات السلام هذه غنحسبوها لها غير ب 200 درهم. اللي دات شي كوموند هذه نحسبوها لها ب 200 درهم. يلاه سيدي اللي بغاتها حسبها ب 200 درهم باش طايحه ما كاينش المشكل كلشي يلبس معنا الذهب. عندك خيوط الورده والله ما ارتحتي لينا موديل اللي بغيتي مرحبا بك. الا بغيتي شي حاجه عطينا التصويره وعلى الرسول هنا انا نزيدكم الاثمنه. ها هي وحده تمام بحال غدي شي وحده من العائله. هاي 2850 درهم بلاص 3000 درهم داك الربح نحيدو 2850 درهم اللي هي 57000 ريال 57000 ريال 285 الاورو 285 الاورو. هذه 3000 درهم باش تنبيعوها 285 الاورو 2850 درهم 2850 درهم اختي سهام. الثمن ديال العود بوحديتها 700 درهم غير هو العود اللي فيها راه ماشي فري غير باش تعرفي ما فيهش الريحه. انا هادشي باش تكتشف حتى الديري اللي هضرت معاه في الاول قلت له واش فري قال لي ما نعرف فهمتي. ومن شنو كتب لي الله يحفظكم انا كنتسناكم صافي تسنانا في المقر حنا جايين. الله يحفظك السي مصطفى قال لي هادو وسولت واحد السيده تتعرف في العود هذا قالت لي خص يكون فيه الريحه. قال هذا بعدا ماشي فري تيكون فيه في امي مي اون بوندونتيف زوينه تتزوي ولكن ماشي فري. راه شحال من واحد تيبيعهم فري هذا
انا تنقول لكم اللي كاين المصداقيه هي اهم حاجه كما شريتو كما انت الشاب. مرحبا والف مرحبا. ها انتم لا شي حاجه واعره 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 بزاف. خواتم خفاف خواتم خفاف اخويا كان لا ثمن شرت لا قدام لي فيها ثلاثه غنعطيكم دابا الثمن ديالها. كان لا خويتم هذا ديال 900 درهم 900 درهم ليا 18000 ريال 90 الاورو. كاين هذا ب 1100 درهم هذا 1100 درهم وكاين هذا الموديل هذا ب 1700 درهم هذا 1700 درهم. نتمنى تكون لي بخي عندكم تكونوا عقلتوا عليهم. اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معنا على رقم الهاتف 06 73 02 84 50 ومرحبا. براسيه ديال شانوي شحال بثلاثه بهم جاوبني اخويا قبيله وانا نسول فيك. انت الاول اختي عفاف نتوما كاملين نتوما هما الاولين. مرحبا والف مرحبا. كاين ثلاثه وات ها انت اختي مولات اللي قالت لك خجيرات ها انت بحال لا ما كان والو غير الوقت باش تصاوب هذا الشيء والو الوقت والله ما كاين. ها انت يا لاله ها هي الحجيرات كلشي ناضي تبارك الله على السي الحجار النحات. كاين هذا ها هما شوف شحال غيبقاو هادو غيبقاو لكم ب 8200 درهم ها هما اخر ثمن ديالهم 8200 درهم وعرض الى غايه ما يتباعوا 8200 درهم اللي هي 820 الاورو. ها انت اختي 8200 درهم اللي هي 820 الاورو القياس ديالهم 6 سنتيم القياس ديالهم 6 سنتيم. اللي بغاتهم دير لهم كابتشور ديكرون وتواصل معنا على رقم الهاتف 06 73 02 84 50 ومرحبا الف مرحبا بكم. 8300 درهم ليا 830 الاورو رائعين تبارك الله شي حاجه شريت لها زوينه تديها شي حاجه انيقه يا لاله. عفاك هذيك الكورميتر ودي فيها ثلاثه شحال دوزنا بشي 1900 درهم 38000 ريال باش دازت هذه ديال ثلاثه واط هادو ديال ثلاثه واط دازوا لنا ب 1900 درهم راه علاين ثمن الجمله راه علاين تنبيعوا لكم غير بثمن الجمله ان شاء الله اليوم 1900 درهم ثمن مخير. وهادو عقلوا على الثمن ديال المره اخر ثمن ديالهم تيبقاو 8200 درهم 820 الاورو حيت راه بروموسيون فيهم 8200 درهم هي 820 الاورو. اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معايا سي واتساب ومرحبا. كاين لا اونصومبل ديال الطروات دي مضخم مضخم اخاي شي حاجه مضخمه وغزاله وتبارك الله فنة. تحيه للناس ديال الشمال تحيه لكم كامل. سلسله غليظه قصيره ما فيهاش الطول بعدا بزاف. ها انت لا شي حاجه لوكس لوكس لا ما كاينش الحجر. ها انت يا لاله شوفي لي هنا البوندونتيف غزاله عوينات ديالي تيبريو فيها كاينين فيها عندنا لاباك ديالها فيهم لي بوكل فيهم لاشين بوندونتيف وفيهم هذا الموديل هذا ما كيتباعش كل واحد بوحدو. لا هادو الثلاثه وات اللي وريتكم ثلاثه تيتباعوا هادو تيتباعوا ثلاثه بروموسيون دوزت فيهم ثلاثه بهم. هذا لاله تيبقى بثمن مخير 9500 درهم 190000 ريال فيه لاشين غليظه وفيه البوندونتيف كبيره البوندونتيف الطول ديالها هو هذا هو هذا 4.2 تقريبا شي حاجه غزاله بغيت نبان قياس 5.5 اختي فريده.